السلام عليكم الاخوه، معكم محمد من قناه طنميت. حاجه ما حطيتش الفيديو اليوم، غادي نديرو فيديو سبيسيال، غادي نشوفو الادمنه عامه على لي كومبوزون ديال البي سي جيمر، نشوفو كل شيء كيبورد ماوس، نشوفو واش الادمنه شويه طاحوا ولا لا. انا ديك الساعه عندي سميتو درايه بالادمنه اللي كانوا قبل بحال هكا، قبل شي شهر هكاك ولا شي شهرين. عندي بزاف التيرات في الادمنه ديال لي كومبوزر كلهم، حيت مره تنطل وتنشوف كما اجتمع تمجي على الترا بي سي، حيت الترا بي سي تعتمد عليه كاع بزاف. كاين هنا سيت اب جيم، كاين بي سي جيمر ماروك، حيت تعتمد على الترا بي سي، حيت بزاف تيجيب لي كومبوزون بزاف، ماشي بحال هادوك تيكون مخصص حتى ما تي عندهم، ولكن تيكونوا بزاف تيكاتو بي سيات، هما بي سيات الاكثريه. ما عنيناش نشوف واش جابو كاع لي جديد. نبداو بسميتو، نبداو بالاس اس دي، حيت بيخصني نيت انا اس اس دي. كنت ديك الساعة كومونديتو من علي اكسبريس وفي الخرجة لا علاقة بلان. كيما شفتو معنا كينغستون الام دو، زوين هاد الام دو، هاد النهار صراحة وقيلا 400. شوف واش كتب فين هو ام دو، 100% غادي يكون 400. زوين هذا صراحة، زوين احسن ام دو. هما دير ليه 9000 ريال، كان ديك الساعة تيبيعو ب 500 جيجا، كان تيبيعو بشي 12000 ريال. دابا دير ليه تما رخيص، وجيب ستوك نيت كتير، 46 بياسة، وكاين انتيرا ب 700 درهم، 94 في 94 بحبة بلون. تيم جروب هذا الاس اس تي، التيم جروب صراحة كنحطو بشي 240 درهم، هو ب 219 درهم، يعني تمام مزيان. شوف انا غادي تنقص الاثمنه شويه، هو سامسونج 980 انتيرا، هو فيت مع كينغستون 100 درهم صراحه بلان. الام سي اي زيد عليهم 150 درهم، فرق مع كينغستون، ونقص على سامسونج ب 50 درهم. شو 256 ام دو ديال تيم جروب بصراحه ما عنديش معاه، ما احسن كينغستون ولا سامسونج ولا دبليو جي. تا ام سي اي تا هي مزيانه، فهمتي من جروب تايما، حيت الصراحة سبيت بزاف طايح، سبيت طايح. هاتي يقولك 1600، ان شاء الله تلقانا شي 500 ولا 800. ما اما شي البنزين كينغستون هذا، هذا تلقى فيه سبيت طالع شوية، شوف 3500 ميجا في الثانية، ولكن خاصك يكون عندك البي سي اي 4، كاين عندك بي سي اي 4 محاش تستافد من هاد السرعة هادي. ما عليناش، جيب لي سيزيات نقصو في الثمن. كان واحد البي ان ايكريك خو هذا، ولكن 256 جيجا، نشوف شحال ولا. شتو ما جابوش، اما غادي يبانو الاثمنة كاع القدام. ناتي كروشال بي دو زوين تا هو، ناتي كان ما تيبان ما تيجيبوش بزاف و تيغليو في الثمن. هادشي لي شفنا في لي سيستي، نشوفو واش جاب كاع في السلعة الجديدة ديالها كلو. جيب لي جاب لي ام دوات بزاف هي، ومونطاج البي سي 4080 بالاي نف 12900، 31000 درهم. زيد 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 مادر بورد بي سي 160، ديك الساعة فاش بيجمع بي سي كاع متلقاش، وغادي تلقاي ال 610. اما ولا تلقاها جاية بعدا بزاف ولا موت طيب سي. هو نصيحة ليا انا اللي بيجمع بي سي ولا شي حاجة 17 7، بما تخرج هاديك ال RTX 4060 ونشوفو الاثمنة اللي زيادو صحو بالمزيان، شي تيبان ليا. و انا راه هاديك الوقيتة راه غادي نشد بي سي ان شاء الله. لا عندو شي حاجة يبيعها دابا وجد شهر 7 تيخرج 4060، غادي يكون شي بي سي مونتي شي بي سي بتمن زوين ب 40 60. كنا شفنا الاي سي اس تي هاك، شوفوا الكارت ميرات ديال 1700، 610 باقيه نفس الثمن، كانت ديالها ب 2200، قصات شويه. زيد 760 بي 660 1500، ما عنديش معاها هادي العلاقه. شوفوا شي حاجه مزيانه اكثر شي بلا دخلي، 760 على حساب جي 13، هي تخدم لك 12 و13، من احسن 760 زوينه. جيجا بايت هادي 1500 درهم، هاديك بقيت الله ما قيدها،
مزيان شايف عليك هيك كارت ميرات كاينين، يلا ممكن نشوف شو شحال. لا ما عندوش، يلا جوج بياسات، جوج بياسات، جوج ثلاثة، جوج واحد واحد، يعني القضية تجيبش بزاف. اللي جاب بزاف منهم هو الاس اس تي. ما عليناش، ندوزو لي بروسيسور، شوف شحال الاي 5 13400 اف، شوف شحال ولا. ألفين وتمنمية وتسعين باقي في تمنه صراحة، ما نقص. لا هو الاي 5 12400 اف تيبان تيقبل في التمن بزاف البروسيسور. ما عليناش، نمشيو للكارت جرافيك. بداو ب 3050 من الاول، بداو ب 3050، غنديرو كاع من الاول. بداو ب 3050، بداو اقل ثمن 1050 تي. شكون بيقول لك 1050 تي؟ 1650، شكون بيقول لك؟ مشى عليها الحال بالك. بداو من 1660 كاع، 1600 جي تي اكس 1660، 3000 درهم، 3190. كانت هادي ديك الساعة تيدير ليها 3300، دابا 3190 درهم. مزيان قصات شوية، ولكن ما اعتبر ما بقاش خيار مناسب كاع نهائيا. لا هي لا اي تي اكس 30 50 لا 30 60، 30 50 باقية 3590، ما تستاهلش هداك كاع هداك الثمن، ما عنديش معاها صراحة. تي اكس 30 60 يرجع على 4190، مشى عليها الحال. شي بنزينة تدخل شي جينيراسيون جديدة تطيح الثمن. 360 4099 باقية في الثمن، هانيت 4490 اتفاق. بتخرج 30 بتخرج 40 60 تلقى بنفس الثمن، اللهم 40 60. واخا خيبة الأمل ديالنا ديك 30 40 60 تي اي، مفوت حتى بوالو مع 30 60 تي اي، ولكن تنتمناو ان شاء الله يكون خير، يكون خير، يكون فاجئ، تكون فوت عليها شوية كاع بيتقدا بنادم يقدا شي حاجة مزيانة. هو الأكتر اللي تيجي بالسوق يجي 40 60 تي اي، 40 60 تي اي كلشي مقاتي. أكتر الناس ما تيجيبو السوق بزاف في الجي جي بي يوز، تجيب هيك الشي اللي بيقى تجيب يا غلط. ما عليناش، مشو اللي راه، مشو اللي راه، غادي مشو جي عرفو. على اكثر الناس ما بقوش كاع يجيروهم، ولكن بقى يجي الغلط باقي خدامين. واو نايس، تمن زوين هاد لي رام، تمن زوين صراحة. كان ب 600 لا 749 كانوا، هو ب 600 تام ناقصة 150 درهم. تيم جروب ديال تي ار جي بي زوين، تنصح بهاد لي رام زوين، ناضين بزاف. لا لا بلا هادو واعر، انت فاهم ار جي بي صراحة حلو واعر. اما حتى ما هذا شي شي واحد بلا ار جي بي، اما تيم جروب فولكان زيد ريد بلا ار جي بي نفس الثمن ديالو. الار جي بي ار اس الكورسايا فينجوس ار اس 746 كان ب 300 وشي حاجه صح. تيبان لي طلع رام طما طاحو كيما شفنا، دابا شفنا الاي اس اس جي واللي مدوا طاحو في الثمن، اللي رام دابا تا هما تيبان لي طاحو، واللي ما ضربو تا هما طاحو شويه في الثمن. كارت جرافيك باقيين صراحه، باقيين تنتسناو على الاكثر من 19 7 بما يطلون ساجيك ل 40 60 الى عاد تحاول تطيح مزيان. شي بقى لي رام مشاو 749 649 درهم، هما دابا ولاو ب 500 ب 599 يعني 600 درهم. ما عليناش، نمشيو للجي ار 5، شوفوا الاتمينات ديال جي ار 5 حتى ما نقصوا. كان ديك الساعة تيجيو 1500 1600 1190 هايبر اكس فيوري واو جلطة ال جي بي، ولكن 32 1990 صراحة كاين، كاين ميتر، كاين ميتر. اش عاود تاني، اش عاود تاني، شوفوا لي بواتي، لي بواتي اي 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 ان زد اكس، ماشي عندو من ارخص واحد. نشوف السعر، السعر، السعر الصراحه ما تنصحش بهذا، لا علاقه. شت الدري صاحبي، عطيه الار جي بي ديالو تضر في العين، اولا كاع طافي شفت هذا. لا علاقه، هذا ما ننصحش به نهائيا، ما بلانش، لا علاقه بزاف كاع. شوف واحد اللون فيه بحال مضوي بيل سبيكتر، فين اخا يا ما سبيكتر ناضي هذا التاو نوع. سير نوكس هامر زيد زيد زيد، وصلنا 990 درهم.
سمير سيد با 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 احسن كيس. ايه بس صراحه دابا خايف ديال فون اما الواعر ديال هو ديال الثلاثه صراحه. على باش تي كيس هذا كلو ماستر بوكس تي تي 300 مش في الابيض ولا الكحل على حسب الطوق ديالو ولا اللي ناضي يجينا خمسه الاكثر. يعني الناس في يوتيوب بزاف ديالكم في كاتب اللي صراحه ناضي بزاف اربعان هذا التوا تنصح به. تا ماشي هذا الشيء البياسات الواعرين اللي زينين تيتمشاو. اي بياسه وحده جوج بياسات بياسه وحده صراحه ناضي زيد عاوتاني نشوفو شي واحد نزيد يعني 1190 درهم تقبل لي كيس ناضيه تقبل لي كيس ناضيه بلان تيجي 500 مصدق 200 درهم وقبل تيجي 500 في 3000 فات وكبير زوين هذا لي توازين باقي. لا مشو لاليمونطاسيون نشوفو عندي ديك الساعات الاكثر بزاف في الكورسير كورسير كورسير 650 سيف في باقي اثمنه وما دوك تيبان ليا خصني ندير من هنا حتى يكون مخلطين معاه وحدين من النصين جداد وحدين قدام. زيد 650 650 650 650 650 والو يلا تغير لي رام الاندونيسيتي شويه كارت ميلك قلال الكيس تا هما شويه ولو عندك خيارات بزاف وزوينين ماشي بحال ديك الساعات صافي شي تيبان ليا. ولي كارت جرافيك راه باين اتمنى كل واحد مجهد كلشي مغلي زعما هادشي اللي كاين. نحاولو شويه نمشيو نضربو طليله على لي ميكروفون ونشوفو بعدا ديسك جير عاديين نشوف الشير دوتيرا ب 690 ما بلانش اكثر الناس تلقى تيقبت هداك سيغيت انتيرا تيقبت رخيص اللي شريتو 200 درهم 250 وقع هادي الغرض باش يعتمد على الامد. ما عليناش نمشيو ل سميتو نمشيو ل قلب على شوفو كلافي زولي كلافي ريزر زوين هاد اورناطا زوين هاد اورناطا صراحة 500 درهم هادا زوين. زيد اخر شكون زيد ولو بعدا ولو بزاف الحوايج متاحين صراحة. هذا هو تيبان ليا بزاف ريزر اورناطا في 21 تا هو جايب منو 21 بياس غادي يتمشى ليه بالمزيان. مشيو للميكروفونز نشوفو داك السيرين ميني الله زايد في الثمن. كان ديك الساعة انا كنت شتا الثمن ديالو بشي 470 درهم كان هبط ليه الثمن. نشوفو لاخر لايبر اكس كواد كاست هادو ما هادو خاص تعس عليهم شباب ما تتاحو في الثمن كان تيبان ليه مبقاش كاع تيجيبهم. اللي تيتمشى بزاف في الميكروفون في ميكروفونات السيرين ميني ولا خرج السيرين ميني الكبير ديالو الهايبر اكس كواد اس وكاين الكواد العادي ديالو. نمشيو ل سميتو كاميرات ويب كامس شوف لوجيتيك واش جابها لوجيتيك بريو ما كايناش 99 ما كايناش كاين سي 920 شكون باقي تيجي سي 670 هادي كنت رايطا 5 درهم في الخميس والله رايطا 5 درهم في الخميس هادي وبلان صراحة ولا اكثر الناس تمشيو ديك الاوكي اوكي تاع رخيصه. زيد مشيو شويه ل لي فولون بوغ بي سي لوجيتيك جي 29 باقي 3189 نشوفو جي 923 4290 باقي صراحه الاثمنه هما هادوك لي بان ليا دابا لي متغير في الثمن شويه اس اس تي الام 2 شاخور كارت مير شويه ماشي كاع بزاف لي كيس ولاو عندنا بزاف الخيارات لي شوا بزاف باش نختارو ما كانش بحال ديك الساعات. ثانيا حاجه اخرى لي رام لي رام طاحو اتمنى مزيان لي رام لي رام اس اس ال ام 2 لي بوا سميتو الكيس صافي هاد الحوايج اللي بداو طاحو في الثمن. نروح واحد الليله على السيت اب جيم نمشيو للسيت اب جيم نشوفو
بدونيت بالام دوات، شو الاي اس سي ستوكاج اس اس سي، شوف واش مقاربين في الثمن ولا لا. صح تعجبني، واخا اضرب بي سي في خدمة البي سي اس ديال السيت ديالو سمود وناضج سير. يلا واه مبقى والو ولا شنو؟ يلا ليتس جو. هي تشان روبين جيكا 319، لا لقينا هذاك 256 219 ناقصة 100 درهم سير. لا لا ما بلانش 219، لكن هذاك بيني قالك الاخر تيم كروب، تيم كروب احسن منه. لا والو ما عليناش، مشو حاجة اخرى، مشو شقينا لي رام ياك، شوف لي رام هذا منه. يلا تقي شوية بالستين ده رام تي فورس نايت هوك، دابا باقي كما بغيتو في الثمن جي سكين ما عندناش بوداك مرنات السيد. نمشيو هنا للميمور رام، اش كاين هنا؟ باليستيك ريلي ما عليناش. كما شفتو معنا الدراري اعتمدوا شويه على سيت اب جيم الترا بي سي، مع مره الى حليتو السيت ديالهم كما تنجي تمشي نوفو وما تيرجعو لك بياسات الجداد والخاص. اما برو بنصي تلقى باجات القدام ديالو ما كاين حتى شي حاجه، شي حاجه جديد والو، ما كاين حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، كيما شفتو معنا شفنا الام دوات ولي سيستي عادي ولي رام ولي كيس ولا عندها لي شغل بزاف، هادشي تيبان لي نقص فيهم الثمن كاع بزاف في هاد راه دابا شهر 6 نهار 19 موعدنا شهر 7. شوف شهر 7 تنحطو فيديو نشوف واش تغير عاوتاني الاثمنه. والصراحه الاكثر اللي بيشري بنادم شي حاجه شهر 7، هادي نصيحه غادي باش معلومه ولا شي حاجه راس العين. كاين نمرات واتساب غادي نخليكم في ديسكريبشن، شوفوا فيديو جديد ان شاء الله، نشوفكم فيديو جديد. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتتبعوا هاد القناة، تا ما كاين لا لايك لا والو، الفيوز طايحين ولكن ما كاينش مشكل، كاين معنا خوتنا واخا يكون جوج ثلاثة ربعة الناس تيدعمونا ما كاينش مشكل. هادشي اللي كاين الخوت، نشوفكم